ريح ورديح وسراب وكل شيء. لا هنا بس انت مصروف يعني. وهم بعد منتصف الليل في مدينة الحمالات، نساء يقتطعن بأجسادهن قوت يوم لأولادهن. صرف البيران وبس ندبروا بس حال فقرينا بس نعيش وبس ناكل وبس نشرب وبس كل شيء. وأخريات عشقنا السهر على صخب الملاهي وضحكة الأصدقاء. أيوة سفر. أيه الحمامات. وحدك لا جماعة فما جماعة سبقوني وأنا خاطر كنت نخدم كملت مخر وخلق عليهم. أمكنة ترفض الكاميرا وتصور الأبقاء على عتمة الداخل. وغير بعيد عنها مياه مقطوعة على أكثر من 600 عالم. يبدوش حتى 5500 خالصين و200 ولا 3 مش خالصين، الناس كلها تقص عليهم الماء. وبين مشهد وآخر عدول ساهرة تحرس الطريق وتؤمن سلامة مستعمرين. كل هذا وأكثر فقط على قناة الجنوبية في مهمة بعد منتصف الليل الأربعاء 9 مساء، ويعاد الأحد 8 مساء.